ولدي واش غادي نقول لك؟ الابن تاعي راه ميت الله يرحمه. الجثه تاعو راه في كونجيلات، راك عارف الحاله كيفاش دايره. ما الولد اللي مضروب الله اعلم. الاحوال تاعو كيفاش دايره الله اعلم. هو متزوج، متزوج بنت جزائريه. باش نعطيك شي معلومات عليه، الله يطلق سراحه حتى هو مسكين. حنايا رحنا في حاله لا يرثى لها. نكذب عليك نقول لك رحنا مزيانين؟ ما حناش مزيانين. انا واخا نصبر ولكن كي ندخل للدار نشوف الزوجه تبكي على ولدها، بناتي يبكي وداك الشيء، نتدمر ما نقدرش. باش درك الحاله الصحيحه تاع عمو ديالو هذيك اللي حنا نخمو فيها. مرا ما تقدر توقف ما والو، حاله صعيبه بزاف الله يسمح لنا من الوالدين. ولكن دروك هذه المشكله هذه الله اعلم، الا الله اللي يعلم على هذا الشيء. يسلموا لنا الجوشه زعما باش ندفنوها، الله اعلم فوقاش يسلموها لنا. المحامي راه كان هنا اهدر قبيله قال واش تا كاين، هو اللي مكلفين بهذاك الشيء. اما حنايا ما عندنا حتى شيء، حنايا بلادنا وما عندناش معاهم شي مواصلات. عارفين نمشيو ولا ما يمكنش؟ نعم، انا المطالبه تاعي يسلموا لي غير الجثه ندفنها، الصلاه على النبي، ما نطلب حتى شي حاجه. المطالبه يسلموا لنا الجثه ندفنوها وكلها يقبض الطريقه. اشوف هذه غير اشاعه، غير كذب، ما كاين حتى شي وثيقه، ما كاين حتى شي، ما كاين والو، هذه غير الكذابه اللي يحوسوا يتاجروا في الناس. فهمتني؟ هذوك اللي يتاجروا في الناس راهم قالوا لهم، راهم قالوا لا راه منا منا. حنايا انا كاب ما اتصلت، ما عندي لا نمره تاع تيليفون. لو كان كاين شي حاجه لكان الكونسيلات اتصل بيا وقال لها واش كاين. هذا الشيء غير صحاب، فهمت؟ انا المطلوب تاعي هي يجيبوا يعطيهم لي الولد تاعي. الباقي انا ما نحوس لا على محامي لا على ديالنا ولا على ديالهم ولا حتى الدوله تاعنا، ما نحوست على واحد. انا كنت تسلم لي الجثه والصلاه على النبي. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.